معالي الوزير، برحب بحضرتك. انا حسام رضا مذيع راديو النيل، وكان عندي لحضرتك سؤالين هما مربوطين ببعض. اول سؤال، ممكن حضرتك تكلمنا عن التعاون اللي حصل ما بين الوزاره والشركه المتحده لتسهيل العمليه او المشروع اللي حضرتكم بتعملوه دلوقتي؟ تاني سؤال، ازاي باقي مؤسسات الدوله تقدر تساهم زي الشركه المتحده في انها تامن مستقبل الشباب، خصوصا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امر بالاهتمام بزي موضوع زي ده؟ فكلمنا اكتر ازاي المؤسسات الاخرى تساعدكم في حاجه زي دي. شكرا. السؤال ده يعني له كذا اجابه او كذا سؤال في بعض. خلينا اقول ان احنا مع الشركه المتحده ازاي بتدعم وزاره التعليم العالي وشباب الجامعات المصريه. الحقيقه اول مسابقه من نوعها بتتم مسمينها جينزي اللي هو جيل زد، وان ازاي ان الشباب ده من خلال نكتشف المبتكرين والمبدعين في جامعاتنا علشان نقدر نحول ابتكاراتهم الى صناعه. الرد بقى بتاع السؤال بتاع حضرتك مرتبط ببداية مثل هذه المسابقات. احنا على مدى 15 حلقة بنكتشف اكتر من 350 مشروع اتقدم من كل جامعات مصر، وتاني انا بقول كل جامعات مصر، بنقدم افكار من الشباب علشان نحاول اننا نكتشف المبتكر والمبدع جوه الجامعة، وفي نفس الوقت بيبقى لجنة التحكيم من الصناعة اللي هو بياخد هذه الفكرة وبيحولها إلى منتج. الحقيقة إحنا بندعم بداية تحويل الفكرة إلى منتج اقتصادي، وده كله الحقيقة من خلال التكامل بين الصناعة وما بين الأكاديمية. وإحنا في هذا المشروع هو مبادرة رئاسية، إحنا سيادة الرئيس الحقيقة وجه لما تكلمنا على هذا المشروع في الاحتفالية اللي كانت يوم التفوق في قناة السويس، إنه هو الحقيقة ضاعف الميزانية اللي كنا عاملينها علشان نقدر نغطي تحول الابتكار إلى منتج حقيقي من خلال الطلاب المبتكرين اللي موجود في جامعاتنا.